الحلقة ديال اليوم هي بالنسبة للدودزي شيء آخر كنعتبره الأخص. عدة أشياء. أنا هاد الأغنية عزيزة عليا بزاف. عارفك يعني أنت عزيز وجمهور عزيز. والناس بزاف بغوا يسمعوها تاني مرة أخرى. من وفاة المرحوم جواد الله يرحمه. أنت من أقدر أغنيها. كان آخر طلب عندي. اللي بيطول عليه الست ده. هو محمد عبدو. كانت لي أغنيها. وزي غلب كل شيء. غلب كل شيء. خصك تعرف بلي شرف لي انني غادي نغني معاك. لا بالعكس بالعكس انا فرحانه جدا لاني عاصرك الوقت بهاد لا جونيس و كلش حالكم انت تبارك الله يا شابه. انا ما بغيتش نقول لك استاذه باش ما تحكيش حفيظ اللي علاش هو قنعني بواحد الكلمه انه التدر المنكره خلي اليوم يا كان ديما اخوك يا كان ديما هو جواد فاعتبر جواد معاك وكتغنيها وان شاء الله يا رب الله يسهل. هذا شرف لي وانا فرحان بزاف لانني طلبتها منك و وقرت لك اليوم صافي بصمتي على المعزه. اليوم بصمت على المعزه داكشي الاحساس اللي كان جميل هو انه بصراحه يعني حتى التوزيع كان في مستوى والفضل كيرجع لرشيد محمد علي ودوزي لانه فاش قبلت وقلت له صافي اوكي سديت الباب وهبطت وهبط هو اللي خدمها يعني خدموها هما بزوج. انا ما حضرتش في التوزيع او حضرتش في شنو عملوا فيها يعني دخلت وجيت عند الموسيقيين انتظروا الناس يا ضنايا هي حصريه غادي تسمعوها لاول مره بعد سنين مده طويله بعد استاذ يا دين النبي الحلاوه دي